السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ هانيين، اموركم بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات غادي تمشيو معايا عند واحد صاحبتي عارضه عليا الغدا، فغادي نديكم معايا ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نمشي ناخذ الكمامه ديالي وغادي نطلقوا ان شاء الله. اختي عارضه عليا الغدا وغادي نمشي عندها، فغادي نديكم معايا باش تشوفوا. اسمع غادي احنا غادي نقربوا للدار. وصلنا للدخله ديال العماره كما شفتوا، زعما صراحه مصوبنا زوينه، واخا هاد الديور هادو غير سكن اقتصادي، ولكن زعما صراحه صارعينهم منقينهم مزيان، مع عندهم السانديك ومره مره كيصلحوا بحال هكا، كيصلحوا الباب ديال العماره، بدلوا لي جليج. صراحه الدخله زوينه كما كتشوفوا، يعني الدويره واخا ديال السكن الاقتصادي ولكن صراحه غزاله. دايرين ليهم هكا هاد المرايه هكا في الدخله، ونقيه يعني زوينه. غير داك السكن الاقتصادي غير كيقولوا صغاور، ما هو تبارك الله والله الا زوين. او صاحبتي ها هي ساكنه هنايا، يعني ساكنه في السفلي، فغادي ندخلكم تشوفوا معايا الدار، غادي ندوركم فيها. واخا هي الدار باقا ما كملاتهاش في الصلاح، يلا باديه كتصلح فيها. فاول هكا على اليمين على ما كتدخلي كتلقاي الصالون، هي جامعه مع كتصلح، دايره فيه هاد القبص هكا كما شفتوا، جا زوين. المهم كما قلت لكم جامع الصالون هنا في الجنب، كاينه الكوزينه مع الاضاءه ما بيناش، مع الشمس ضاربه في الشراجم. كوزينه هكا حتى هي صغيره، فتا هي بدلات ليها جليج ودارت ليها هاد القبص هكا، تزواقه هكا صغيره، وجاتها صراحه زوينه، عجبني. ومازال يعني راه مازال ما كملاتش، وكما كتشوفوا وهاد الجليج هذا فكان فيه واحد الجليج واحد اخر، وكان غير النص. هاد الجليج راه في الماغو والباج مع اللون الشعه، ما كيبانش مزيان، كيبان بحال الشكل ديال الموف. المهم الا كانت عندكم شي اراء حتى نتوما ولا شنو، يمكن لكم تخليوها لينا في التعاليق. وهنا في القنت كاين واحد البيت صغيوره. صافي، في جنب الكوزينه قلت لكم كاين هاد البيته هكا، هي فرشتها بهذا اللون هكا الموف، غير مع الضوء الشعه ديال الشمس ما خلاش اللون يبان مزيان، ودارت فيها تاهي الزواقه. بغيت نشارك معكم الزواقات اللي دارت ديال القبص، ودارت لهم هكا لي سبوت، جاو زوينين حتى همايا. ومازال عاد غادي تصبع وعاد غادي تكمل، يعني باقا ما كملاتش الدار غير بشويه بشويه، يلاه باديه كما لاحظتوا، زعما حتى هي جات زوينه. هنا معلقه الفازه، يعني بغيت نشارك معكم الدويره ديالها. وصافي كما كتشوفوها نتوما في الجنب، يعني باقا كاينه السيمه وباقا ما كملاتش. وهنا كاينه يعني خاصو يكون بيت النعاس، هي باقا حتى هو ما دارت فيه والو، يلاه ندير هاد المضربه هكا في الارض كتنعس عليها. صافي معايا كاينه غير بوحدها. وهنا كان بالكون، كان واحد البالكون صغير، وهي سداته من الجهه الاخرى وجلجاتو، ديروا وتجمع فيه المانط وتجمع فيه كلشي. هذا حتى هو البلاكار، يعني ماريو صوباته، يعني ما كانش هي اللي صوباته. وهنا الطواله هكا، يعني من جهه بيت النعاس كاين الحمام، الحمام حتى هو كبير وزوين، زعما الله يجعل البركه. دير ليها الطابيات في الموف، ومع تبارك الله هي لقيناها موجده الغدا وكلشي. انا درت لكم هاد الدويره هكا باش ندوزو نشوفو اشنو وجدات لينا الغدا.
تبارك الله ما خلينا والو ما خلينا شعال والله الا الله يعطيهم الصحه صراحه البنات ما شهيتكم في هاد الملاوي هادو عجناتهم في الليل وخلاتهم ودابا عاد كتسمن وكتخبز صراحه جاوا غزالين غادي نوريكم الشكل ديالهم كيفاش جا صراحه جاوا ما نعاودش ليكم ندوزو دابا نوجدوا الطبيله ديالنا صافي وجدنا دابا الطبيله ديالنا باش غادي ندوزو ان شاء الله نديرو الكوطي وعاد نمشيو بحال هاد اتاي والقهوه فالصراحه هاد صحيبتي هادي راه عزيزه ومسكينه حتى هي منين شافتنا ما قصراتش ما خلات ما حطات غير الفرماج الكرواسه البغرير اي حاجه عندها حطاتها ايوا والله الا محلول المسمن تبارك الله وخاوي من الداخل والله الا على مزينات هانتوما البنات اللي بغا الملاوي كوموند على مزينات والله الا لا زوين وخفيف هذا راه كانت عجناه عجنات وخلاته تطلق مزيان وعاد خبزاته البنات الا عجبكم الملوي خليو ليا في لي كومونتير ونقول لها دير لكم فيديو ديال الملوي تبارك الله راه ما غنعاودش لكم كي شهي راه واخا هكاك الضو ما كيبانش مزيان ما عرفتش واش كيبان لكم الضو مزيان ولا لا مهم ملوينيت ديال القلب ايوا الطبيله راكم عارفين